ولا هو ولا ولا هو يا عم بقى على طلطه اللي انت عملته ده مش كويس خالص ومضحك كفاره يا انا كفاره السجن للجدعان السجن للجدعان ما انت اللي ظبطني الزاويه على السجن يا عم الحاج معلش اللي ما يعرفك يسجنك وشك جاب معايا واحد تاني ودلوقتي وش جاب معاك ايه وش رجلي تصدق انت ابن نكته احنا هنقف ونتكلموا في الشارع تعال نوجبه معاك وناكلك لقمه عند زفاره زفاره ده ايه طبيخ حمضان ده ولا ايه مش قلت لك ابن نكته ايه العيال اللي متمسمره ببعض دي اطلع اطلع انت انا جند ابوك زفاره فين في المينا وانت يا ابوك فين على السفينه وسفينه رست على المينا فيها صبيه حزينه ومن شبه ومن شبه من عيوني حزينه قطع يا عم سفينه رست على المينا ومن شبه ومن شبه يلا يا لمبي يلا انزل تعالى هذا البنطلون قاعد على بنطلوننا انت بس ما عندك يا عم خلاص يلا بقى ايه ندخل جوه كده ونروق ونضرب قرعتين بوظه ايوه كده بوظه بقى الايس كريم والجيلاتي بيحب الحر ايس كريم وجيلاتي ايه يا لمبي بقول لك قرعتين بوظه كسين يعني ايوه طب فهمني كده ما انت ما شاورتليش تصدق يا لمبي انت شكلك حنتبيش ولا ليك في الشرب ولا حاجه من اللي عم ده انا بنيت في الشرب حاسب شويه ده انا حوت وعشب الحيطان جوه كلها مين ده اللي ملوش في الشرب صدق بقى انا مش حاسب الا مع الراجل ده حبيبي خش لا ده معدي اتفضل يا اخويا اسم العندلي بيه تعالى يا ابو خش انا اختي واقفين بتنزل مخدماتيه شوفي الوليه الناقصه بتسكي الشيش في وشي انا هيفكلك لحام صدرك جاتك داهيه في ريحه الشبار اللي طالعه من عندك ايوه يا جدعان هو القمر بينزل على الارض بالنهار ولا ايه لا شمس يا مأمة وممكن تلسوعك انت واللي يتشدد لك اموت في الادب ما تتلم يا سلفندي انا اسمي ادرا النهارده نادي ولا حاجه هي تلايح ولا ايه عامل لي راجل وانت ما تكملش ازدري ملك يا لفندي ملك ومال البنيه مش عيب عليك ده بدل ما تحميها اني انت ايه قطع السلع اللي فيه بطلوا وسخه بقى عرتونه رجاله او فاش نحمد ربنا ان احنا لحقناك يا ست امك عشتوا قال هو فين بيت نزله المخدماتيه دي جنبنا تعالي نوصلوكي لحد عندها ونوجبه معاكي فنجان قهوه ونفرجوكي على شويه قماش والدفع فوري او على راحتك قماش لو هو انتوا بتشتغلوا ايه اني داهيه ودي اختي فطيصه واحنا بنشتغلوا دلالات في القماش تعالي اتفرجي عندي كام حته هطلعلاطي فيهم زي البلطيه وبالتقسيط طالما هندفعوا بالتقسيط يبقى موافقين هنروحوا عند نزله المخدماتيه ونرجع لكم طوالي نشوف لنا حتتين كده يلعلطونا ويدندشونا واحنا بنرقصوا الا هو بيتكم فين ده لازم في نزله المخدماتيه اول عتبة هنستنوكي وكمان عشان نرقوكي احنا مقصدنا شريف باين عليكم استبينا فوتكم بعافيه يعافيكي يا اختي شفتي يا اختي الوليه واللي عاملاه في نفسها دي نسوان عايزه الدبح ولا الصيغه اللي لابساها يا اختي الوليه دراعها هيقع من الصيغه اللي فيه بقول لك ايه بينا نحضروا المطرح ونشوفوا هنتوها فين وجب يا اختي قطيعه محدش بياكلها بالساهل تعالى يا فندي عبد الحي عليا الطلاق لا تشرب القرعه دي كمان يا لمبي انا مش قادر يا ابو بديعه مش قادر خلاص الله انت ايه بقيت فول تنك عليا الطلاق لا تشرب القرعه يا ابو بديع دي سادس قرعة تشبط انا خلاص عشان بقى هيقع يا عم ما تخافش انا اللي هدفع الحساب عيب عليك الله تدفع الحساب ايه انت جاي مصنع الرجالة وتقول ادفع الحساب ده انا اللي همبي ما حدش يدفع الحساب غير انا يا عم الحاج ابو بديع ولو انت هيستنى هنا ولا ايه ده بالخطر ده ولا ايه اقعد اقعد يا حليب اقعد اقعد يا ده ناخدك في سرنجة اقعد حساب ايه اللي هتدفعه ابو بديع هات قرعه تاني يا الي احكي يا لمبي احكي ايوه يا سيدي بقى المهم بقى ابو بديع ومعايا انت في القول برضك ابو عبده الواد ده مش معايا لما الواد ده برضك معايا خد بالك لكن ده ليه احنا كنا بنتكلم في ايه؟ كنت بتتكلم في حكايتك مع الشد الدنيا والدنيا بتشد فيك وانت بتشد فيها
ايوه بتاع هريسه ومهريسه كده كده. ايوه 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 افتكرت. ايوه افتكرت. كنت انت بقى لف في السنين والسنين تلف فيا وانا لف فيا وهي تلف فيا، ما نعرفش مين فينا اللي بيشرب التاني. كلنا كده يا لمبي، السنين بتلف بينا واحنا بنلف بيها. تعرفوا يا رجاله اللمبي ده كلامه موزون. ابويا الولد ده لخبط لي دماغ، ابويا عمال يخش في سي. يا عم انت جاي تكذب علينا هنا ولا ايه؟ لا 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 يا عم الحاج، اطفو يا عم الحاج واعرف انت بتكلم مين. صدق بقى الواد على الطلعه لما بقبله، ومش هكمل كلامي غير لما تتصرفوا معاه. بقى ورب تسلم يا حليمو حبيبي. اشرب الله يخليك. اشرب يا لمبي عشان تفوق. ماشي انا بقى الحكايه حبيبي. حليمو على فكره يا جماعه الراجل ده انا مصدقه، وانا كمان مصدقه. الله يخليك. في ايه بقى؟ الله اللي انت حكيته يا جدع. وانا حكيت ايه بقى؟ انك شغال تلف في السنين. ايوه عمال انف في السنين. كمل بقى، ايه حكايه هريسه اللي انت كنت بتتكلم عنه دي؟ ده يا عم الحاج، هريسه ده حكايته الطول. نخرج بره الاول المخور اللي احنا فيه ده او الكبانيه ده، نطرش الزباله اللي كناها، وبعدين نحكي في موضوع هريسه. يلا بينا بقى، يلا بينا بقى. ده عبده قاعدين في حفرة ولا ايه؟ يلا يا عم انت بتضيع. انت مش شبه عليا ولا حاجة؟ على فين خبيبي؟ بنياتي خبيبي. ايه ده؟ انا مش فاهم اللغة، انت بتتكلم اللغة ايه اللغة دي؟ خبيبي فين خساب سورب اللي انت سربتيه؟ خساب سورب اللي انا سربته؟ ايوه بس عرفتك. انت اكيد عبيت القرية صح؟ تستبتي انت؟ خبيبي خساب سورب اللي انت سربتيه. سرب اللي انا سربته على بضيعة. ابو بضيعة عرضو عرضو ايه يا لمبي؟ الرجل اللي واقف هناك ده بيقول لك في حساب عايز يدفع عشان السرب اللي احنا شربناه. طب ما تدفع الحساب يا لمبي. الله يفهم منين ما انت عرفت ان انا مرضاك انه خلقتني مرض. انت مش معاك حساب؟ احنا نتصل باسم بوليس يجي واخد صورته ياخدك على كراكون، انت تروحي في توكر. يا جدعان الراجل ده بيتكلم كلام عليا طلعنا، ما فاهمك بتقول ايه؟ انت بتتمضمض ولا بتتكلم؟ بنيوتي حبيبي دي واحد كلفتي، انت واحد عسكري ودي بوليس. عرضه خلاص هقول لك عليه، انت واحد بوليس. لا 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 مفيش بوليس. خلاص اقعد يا لمبي. خلاص يا خريستو مفيش عسكري ولا حاجه. بكرمك انا هدفع الحساب بعد ما اقضيه على وسط الامانه دي. وسط الامانه؟ اما ليه؟ تعالى وحنوجب معاك وانت ابن بلدنا وكده، وفي الاخر وصل امانه. انا فاكرك هتشرب قرعه ولا اتنين، ده انت حفيت يا لمبي. يا راجل حفيت ايه بس وانت بتاكدني ايه؟ اهو يا عم قله الاصل على الصحوبيه. اتفضل انزل يا عم بقى من الموتوسيكل اللي انت راكبه ده. خلاص حاسبنا. ها حاسب؟ ايوه. صدق بقى انا زعلان منك، ازاي تحاسب وانا موجود يا لمبي؟ ما انت كنت راكب الموتوسيكل مش طايلك بصراحه. الله. يلا بينا بقى نقوم من مكان القذر ده. يلا بينا. تعالى يلا نطلع من فوق الناس دي. ايه الصوت الجامد ده يا لمبي؟ ده انت صوتك ولا الشيخ سلامة في زمانه. كلام اتنين. قول عبده الحمولي حامد مرسي. مين مرسي ده؟ ده مطرب شاب كده. انا فكرته بقال جنبكم. ايوه انا مش عارف والله يا جماعه اعمل معاكم ايه. يعني انتوا عاملين معايا بوجبات كل شويه، وشويه احبكم وفي نفس اللحظه بكرهكم، مش عارف ازاي اتنين في واحد. حبينا حبيناه، وبعدين احنا عايزين نبسطوك يا لمبي. خلي بالكوا الولا لمبي ده في القلبان ده مفيش اخوه، بس دماغه ضرب. الظاهر كده البوظه اللي احنا شربناها مغشوشه.
على فكرة انتوا دمكم تقيل قوي انتوا التلاتة. احنا هنغنشوك وشرفك. وبعدين احنا معرفتنا مش بالسهل يا ليمبي. ايوه اتفضلوا اتفضلوا احنا وصلنا يا ليمبي وصلنا. وصلنا والله. ده خليك. ايوه يا جدعان على ليالي الانس والفرفشة. انت واخدنا على بيت دعارة ولا ايه؟ لا ده بيتنا. يعني بيت دعارة. بقول لك ابن نكتة. او 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 بيت غني زيكم. اتفضل. الله يخليك. الله يخليك. الله يخليك. اقعد هنا؟ اقعد بقى. الله يكرمك. اقعد بقى هنا؟ ايوه. على ما نقوم نجيب لك الذهب اللي اتفقنا معاك واحنا جايين انك تبيعه. يا سلام. بقى انت مأمننا على الذهب مش خايف ان الذهب تاخده؟ الله جرى ايه؟ احنا نأمنك على عرضنا على نسواننا. يا نهار اسود وانا ارجع لكم نسوانكم زي دين واحده كمان؟ ده في عينيا. خد كمان يا ليمبي. ايه ده؟ واصل الامانه اللي انا كتبتولك. لا 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 انتوا كده اوفر قوي بصراحه. ما فيش رجوله بالشكل ده ابدا. انتوا مش خايفين ان انا اخد الحاجه دي طيب واروح فاكك من هنا؟ طب جرب كده. ماشي. جرب وقت تاني وانت تلاقي ان ترجيه بتوعنا كلوك وبعدين دفنوك. كلوني وبعدين دفنوني؟ طب هو هيفضل فيا ايه بعد ما ياكلوني؟ هيدفنوا البيبي بتاعي ولا ايه؟ صحيح مش كده ولا ايه؟ مخ لازم. طب اقول لك نقول انا هخليهم يدفنوك وبعدين ياكلوك. كده معقوله يدفنوني هيبقى فيه جثث؟ انها جثه انما بعد كده ياكلوني صح ولا ايه؟ ايوه ده كلام مظبوط. تحب تشوف الموت بعينيك دلوقتي؟ لا انا مش فاضي. ابعتوا لي على فلاشه افرج عليه بعد الفطار. ايه يا عمو لبسه كله ولا ايه؟ الفلوس ناس. الفلوس ناس في علم الغيب واجب برضه الحفظ عليها. ايه ده الكابوريايا دي؟ بقول لك ايه؟ الشغل شغل يا لبي. بقول لك ايه؟ نعم. انا ما بحبش المياعة في الشغل. طب يا عم مياعة ايه وانت شايفني واقف لك برقص لك بالسلب في قلب الكنبه؟ كلمة تانية هنطيره رقبتك. ليه طب وفلان البوظ؟ الله يمشي الفلان. انا معاك يا عم والله والله معاك. ابو بديع حليمو تعالوا معايا. يلا خليك قاعد هنا. حاضر ما انا خليني قاعد اهو. طيب ايدك دي ولا رجلك؟ انت واكل ايه؟ زبط؟ شويه البت مربربه عن كده. يا اختي انا تعبت كفايه. لو احنا هندفنه فين؟ هتوسعي الحفره يا بت ولا ما تدفنوكي مطرحها؟ عرفت صوت بيدفنوا بني ادمين. انت مين يا السلفان ده؟ انا الليمبي. انا الليمبي صاحب ابو بديعه وعبده. وقاعد عندك بتعمل ايه؟ لا ده انا اصلا قاعد هنا. انا وابو عبده وابو بديعه كنا بنسكر جامد قوي في الخماره. فلما سكرنا بطننا قلبت حتى بقى مرضى ما طرشنا على الباب بره. فجيت هنا بقى انا وانا قاعد انا وابو بديعه وكابوريا. بقول لك ايه؟ نعم. ما شفتش حد ماشي كده ولا كده؟ في مين؟ ايوه ابو بديعه
عنده اسهال رايح جاي على الكبينيه رايح جاي عمال يتسال. يعني انت ما اتحركتش من مكانك؟ لو المصحف الشريف وده معقول اتحرك من مكاني وانا ما بفهمش في الاصول ولا ايه؟ دي حمر البيت ولا يتعدى الاصول. يا مؤاخذة يا لمبي معلش اتاخرنا عليك. حبيبي ابو بديعه، ابو بديعه ازيك وحشتني والله. انا قاعد هنا من ساعه ما انت مشيت وسايبني كده وما اتحركتش من مكاني. معلش اعذرنا. المعذور احنا ايه يعني؟ معذوره. ده بيتنا. عبدو مين ده؟ ده الموزع الجديد اللي هيصرف لنا المسار. عسعست عليه؟ ايوه عسعست عليه، واد قشر بياض ونضيف وبيروى على ضمانتي. عدم اللي مؤاخذه سلمبي. لا ولا حاجه. اهلا اهلا مشرف. الله يخليك. في بيتك يا اخويا. الله يخليكي. الميه دي لسلمبي. الميه. تمام دي اصل انا بحب اريل وانا قاعد على نفسي. يعني بحب اريل وانا قاعد كده مع نفسي. عيلتنا كلها كده. جدي كان برياله. جدي ابو رياله الكبير. يعني عيله معروفه في شحطي في سبع السمك. احسن ناس. امال ايه؟ ده كان يعني بصي ما في اهلا نروح مريل على طول كده. ايه ده؟ هو في حد تاني جاي لسه؟ اختي في حد تاني جاي؟ ستي في حد تاني؟ يا استفتيسه يا ستي يوه انتوا عندكم رجاله؟ هم فين دول الرجاله؟ ما تخافيش يا شابه، ده سي عبد وجوزي. خشي يا اختي البيت بيتك، خشي. ايوه عليكي انتي مكسوفه، ده البيت بيتك يا اختي. يوه انتي نورتينا يا حبيبتي. هو انت؟ انا مين؟ مش انت الولا اللي كنت عامل عركه الصبح؟ انا اللي كنت عامل عركه الصبح. ده دغدغتهم كلهم نفر نفر مع بعضنا البعض. وانت مين بقى؟ بنت العركه؟ لو انت صادق انا الولا الطاري اللي انت عكننت عليه على البحر. صدق عرفتك من بقك؟ انا مش معقول برضه عمال اقول واد نايس كده واقف والحته دي. طب مين دراعك عامل ايه دلوقتي؟ وانت ايه اللي جابك هنا؟ بقول لك البنت طلعت تعرف الولا، مش هينفع ندفنوها وناخده مساغه غير لما ندفنوه هو الاول. ايوه بس ده واد غلبان ومش لابس مساغ. اسمع زي ما بقول لك، ارجع عن موضوع المساغ الغيه وخلي الواد ده يمشي من هنا، خلينا نستفرده بالبنيه. واجب اداهي. الناس دي الناس دي بيت اصل وناس على حق ربنا، وانا جاي هنا عشان اجيب قماش لناس قرايبي اللي عندهم. الحدود بينفخوا الناس هنا بيكرمهم اخر كرم. دي بقى ده كانوا عايزين ياكلوني من شغل المصحف وادوني فلوس وادوني مساغ. يعني ناس ولاد كلب. خلي بالك حاولي تخلعي من هنا. اخلعي. هلمبي. ايوه 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 عبدو. بقول لك ايه، تعالى عشان عايزك في موضوع. حاضر حاضر. لماذا؟ ما تمشي. بقول لك ايه؟ نعم. انت هتمشي دلوقتي وهنخلي موضوع المساغ ده بعدين مره ثانيه. طب حضرتك بقول المزمزيل مش ماشيه؟ البنايه هتتفرج على شويه قماشات. طب انا ممكن اتفرج مع البنايه؟ بالسلامه انت. يلا ده موضوع ستاتي مالكش فيه. ماشي متشكرين يا عم كباري، متشكرين قوي. حبيبي فين الناس في الكوسكوس؟ اهلا يا شربات، منوره يا اختي. بنورك يا اختي. اهلا يا اختي اتفرجي. ولا حلمو، انا عايزك تحركش لنا حبه حاجات كده للقعده. تمام طول عمرك ابو احمدات يا سيد الناس، طول عمرك فايز وعلى كيف كيفك ابو بديعه. طب يلا اخويا ابن حبه. حاضر يا سيد الناس. انت راح فين؟ داخله جوه. هتعمل ايه جوه؟ ايه ده؟ العين وشر سحر العين، حصنتك بالملح والمليح من كل فعل قبيح، رقيتك واسترقيتك من كل عوج ومعوج. دق يا اخويا دق وعلي الصوت، خلي السحر يموت. Thank you.
يلا تعال. انا مش عارفه اقول لك ايه. قولوا نمشي. والله دي كانت اكله حلوه قوي الاكله اللي احنا. فانا طبعا ايه لما نتكلم معايا رحت مديله بالمطوه بجنبه، اديته بالورده بجنبه، وبعدين يعني اصل الاحوال اللي زي دي. يا ويلي ده يا فندم مش وقته يا بني ادم، احنا في مرايه. هجوم. نفسك اوعي الزامي حدودك واثبتي مكانك اتوعي. كله يثبت مكانه. الله يخرب بيوتكم، ضيعتوا مستقبلي. وايه الجو اللي انتوا عاملينه ده؟ عاملين لي دخان وهلمه. ابطل يا ابني على الناس دي كلها. خش يا ابني شوف لي يا ابني البلاغ اللي متقدم على الجثث اللي مدفونه في البيت ده. يا حضره الضابط، الجثث اللي مدفونه في البيت ده جثث ناس قرايبنا، اصل احنا ما بنحبش ندفن بره، سلو بلدنا كده. سلو ليه؟ انت منين؟ انا مش من هنا، انا من الانفوشي. وانت؟ انا حليم اللي بيعمل لك الشاي ولا هو سعاده الباشا؟ بيعملوا لي فين؟ في الاسم يا سعاده الباشا. طب ما تيجوا معايا الاسم وانا اعمل لكم الشاي بحليب. يلا حلاوه بطل على الناس دي كلها. كلبشها كلبشها. يلا يلا يا جدع انت. يلا يا حاج الضابط، يا حاج الضابط احنا مظلومين. الجثث دي بنت عمتي وخالتي كلهم قرايبنا. ربنا الجثث جثثنا. الجثث دي خلاص حلقه وصلت لك الحلقه. لا تعالدنيش، اتفضلي مساكها. يا كويس مساكها مساكها. ايه